السيسي لما قال الخطاب الديني او الفكر الديني، هو الفكر الديني اصوب من الخطاب الديني، عشان بس نشيل اللغط اللي بيتقال. هو انا هجدد القران والسنه؟ لا يا عم، احنا نجدد الفكر فقط. ازاي استنبط؟ انا عندي نص، كيف استنبط من هذا النص ما يتناسب مع المجتمع اللي انا عايش فيه؟ ويمكن انا ضربت مثل وبضرب مثل بهذا الموضوع كل ما اقعد اتكلم في هذه القضيه. انا الطلاق مثلا زمان كان بيقع من الرجل للمرأة على المرأة بكلمة أنت طالق. النهاردة إحنا في مجتمع يحتاج إلى توثيق هذه الكلمة. طب القرآن كنص أباح للإنسان أن يطلق، يطلق إزاي؟ ده بقى الفكر. فزمان قالوا نطلق بأن واحد يقول لمراته أنت طالق، وكان في حاجة اسمها توثيق مجتمعي، الناس عارفة بعضها. فلما واحد يطلق واحدة كل الناس عرفت، فبقى فيه كأن فيه وثيقة. النهاردة مفيش توثيق، وبعدين المرأة ممكن تتبهدل بسبب هذه الكلمة بهدلة السنين كلها. يقول لها أنت طالق ويسيبها ويسافر، تبقى هي لا هي مطلقة ولا هي عارفة تتجوز ولا عارفة تصرف معاش أبوها ولا عارفة معلقة. طب أنا النهاردة في المجتمع ده أقول إيه بقى؟ أقول لا، تعالوا يا جماعة نقنن هذا الموضوع بما يتناسب مع العصر اللي احنا عايشين فيه ومع الزمن الخربانة اللي احنا عايشين في وسطها أو بنعاني منها. أنا عندي النص في القرآن وعندي الواقع، انا دوري ايه؟ دوري اوائم بين النص والواقع. مهمة جدا. سؤال على فكره، هو سؤال واحد بس هي كلمه. انا بستغل النقطه عشان تجاوبني على سؤال حضرتك. اولا الطلاق اذا كان بلفظ صريح، واحد قال لزوجته انت طالق، حتى الان وفقا لما هو معمول به في الازهر ودار الافتاء المصريه واللي انا مضطر امشي معاهم فيه لحد ما نقنن باللي احنا بنطالبه. ما انا مش عاوز اطلع فتوى من عندي كده وابقى انا الواحد ليا راي والازهر له راي وفتوى لا، انا مش عاوز كده. انا عاوز افضل ملتزم بما هي عليه المؤسسات لحد ما يتغيروا او يغيروا باللي احنا بننادي بيه. انت طالق وقع الطلاق وفقا لما هم عاملين به الان. في حاجات بقى ساعات عليها الطلاق بالثلاثه، ما انت رايحه عند والدتك. مين المعلق؟ يقول لك ايه؟ يقول لك لازم نجيب الزوج نساله عن نيته. هو انت كنت بتهدد الحقيقه انا شايف ولا رايي؟ ما تاخدوش فتوى مني يعني. انا شايف كرايي يعني مواطن عادي خالص، هذا نوع من العبث. بالظبط. ليه البني ادمه اللي ربنا خلقها دي اللي اوصى بها في القران الكريم وهي بنت، واوصى بها وهي ام، واوصى بها وهي زوجه، وعمل لها صوره اسمها صوره النساء، وعمل صوره اسمها صوره الطلاق والى اخره. النهارده بعد 1400 وحاجه و30 سنه لسه هي قاعده مستنيه نية الزوج. ايه حضرتك كنت بتهزر ولا لا يا دكتور؟ ده في زوج كمان بيغير النية حسب الناس المستقبله. طب يعني هو صادق ورجع قال لك كنت بهزر؟ لا، ده ممكن قدام الزوجه بيقول انا نيتي طلاق، وقدام اي حد تاني مثلا يقول لك لا انا كنت بهزر. طب الزوجه دي مصيرها ايه؟ بالظبط. هي فين؟ يبقى احنا هنا يا فندم ينفع بالله عليكم يعني هو ربنا خلق الانسان ده واداله كده يعني كارت بلانش، معاه الفيتو على المراه ديت ان هي تطلع عينيها وعين العيله كلها؟ ايه؟ لا هو عقوبته بعدين يعني مع ربنا يعني ايه؟ هو انطلق بنيه صادقه ثم عاد في طلاقه، وكانت دي الطلقه الاخيره ليه او حاجه زي كده، اجتماعه بها هو اجتماع في الحرام، لكن هو الذي يسال عنه. لا انا بتكلم، هو لازم نوعي الحته الدينيه دي عند الزوج عشان ده ضمير. انت ما هي لا تملك من امرها شيء يا استاذ. يعني هو انا قصدي بنوعي الزوج اللي اساسا بيفكر كده. لو انت قاصد ان انت تعلق الزوجه دي او ان هي ينكر ويرجع يقول لا ما تعاقبوا مع ربنا. المعلق ده يا استاذ رندا هو الزوج اللي قال لزوجته انت طالق ولم يوثق الطلاق. بالظبط، ما ده اللي قصده. وبالتالي هي امام القانون زوجة وامام الشرع مطلقة. انا في مجتمع، انا برضو والله ينفع النهاردة يبقى في واحدة قانون مطلقة وشرعا مش مطلقة او العكس؟ هي تتصرف ينفع كده؟ ده اوريدي موجود. هي تتصرف ازاي؟ احنا كناس فقهاء وعلماء ودعاة نسيبها كده تتمرمط المرمطه دي كلها بدون ما نضع فتوى او راي يقنن هذا الموضوع بمدى الحقوق؟ ما ممكن الزوج مش عايز يطلقها محتفظ بيها عشان ولاده شكل اجتماعي مش عايز يطلقها. حضرتك كزوج دلوقتي عاوز تطلق، كويس، ده حقك يا سيدي. والله ما حد هيقف قدامك ولا حاجه، بس حقك ده ما يبقاش على حساب حقها هي كمان، حريتها وحياتها. حضرتك عاوز تطلق
ما فيش مشكله، تعالى اتفضل عند المأذون طلق وامضي. لما تمضي هيبقى هي من تاني يوم من حقها تتجوز. طب يا دكتور، يا دكتور، لو زوج عارف، انما كلها بتطلق وتقعد في البيت. لا، لو هو عارف كزوج ان هو مطلق وما ينفعش يرجعوا لبعض، وبينكر ده قدام مأذون ولا قدام، وهي عارفه ان الحياه بينهم منتهيه. اذا طلقها ثلاثا وما وثقش ده وانكر ده فيما بعد، جماعه بها هو زنا. لكن مع شبهة العقد اللي موجود فقط، يعني زنا لكن في شبهة. هو يتحمل وزره بقى، هو يتحمل وزره طبعا. احنا بنضرب مثل بالطلاق ليه؟ ان احنا نقول ما ينفعش النهارده بعد 1438 سنه، يبقى الحكم بتاع الطلاق النهارده هو نفس الحكم بتاع الطلاق ايام الرسول. ايام الرسول لما كانت الناس عندها ذمه والناس عندها مروءه والناس عارفين بعضهم والناس بيتقوا ربنا، اجي النهارده اقول هو نفس الحكم والناس ذمتها خربانه. ده موضوع الطلاق ده